استمعوا إلى فاصل من الامتحانات مع فضيلة الشيخ عثمان هلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وحضراتكم بخير. نسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مقبولا وتفرقنا بعيد تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما، وأن يحفظ أسرنا من كل مكروه مسؤول. الفاتحة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا سبحان الله.
اللهم صل على حضره النبي. الله ينور عليك والله. بعد السدرة قد سار ورأى الحق وأنوار. بعد السدرة قد سار ورأى الحق وأنوار. وقف اللهم صل وسلم.